مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج ليش لا. تعتبر الرعاية الصحية في كل دول العالم هي نهج للصحة والرفاهة، وتشمل كل أفراد المجتمع وتتمحور حول احتياجات وتوفير احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية. طبعا جوهرها وتقديم الرعاية الصحية للشخص ككل، وما تقتصر على أمراض محددة، أيضا مسؤوليتها هي توفير الإرشاد والوقاية وغيرها من الأمور. بحلقتنا اليوم من برنامج ليش لا راح نناقش هذا المجال الحيوي، ونعرف شنو أسباب تقدم الدول علينا بهذا المجال الحيوي والمهم ولكل فرد موجود بالمجتمع. لمعرفة التفاصيل ابقوا معنا. طبعاً إذا أجينا حكينا عن العراق، طبعاً شهدت فترة الخمسينات بدء المراحل الأولية لتطوير الرعاية الصحية بالعراق، وأيضاً شهدت فترة الستينيات هي بنيت يعني مستشفيات جديدة للمدن والأرياف، بالإضافة إلى كان حجم الإنفاق كبير، لذا بنيت المستشفيات على الطريقة البريطانية بتوفير يعني مثلاً نظام الأسرة، مثلاً يكون 800 سرير لكل منطقة تحتوي أو تكون كثافتها السكانية من 100 إلى 150 ألف تقريبا نسمة، وبالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات، وكانت البنية التحتية وتصميم المستشفى هو يعتمد على النظام أو تكون مماثلة للمستشفيات البريطانية. بعد ذلك في فترة التسعينيات بدأت النظام الصحي ينهار ويتدهور شيئا فشيئا بسبب الظروف المر بها العراق، بسبب الحروب وغيرها. لكن من اجينا وصلنا الى فترة 2003 بسبب الاحتلال الامريكي للعراق، بدأ النظام يتدهور اكثر فاكثر بسبب الخراب، بسبب الدمار، بسبب السلب وغيرها من الامور. المستشفيات فقدت امكانيتها وفقدت اجهزتها وبنيتها التحتية دمرت وغيرها من الامور. كل هذه الأسباب أدت إلى تدهور المستشفيات والرعاية الصحية. إذا أجينا حكينا على الأسباب اللي أدت إلى تدهورها وليش ماكو نهضة حقيقية بهذا المجال، المواطنين والعراقيين كلهم كانوا يتأملون خير أنه بسبب الحكومات المتعاقبة وبسبب الحكومات العراقية اللي جت حتى تطور من العراق وتنهض به، لكن للأسف كانت العملية فاشلة وما شفنا أي تطور بهذا المجال الحيوي. طبعاً القطاع الصحي بالعراق تحديداً في الفترة الحالية يشهد إهمال كبير، نشهد أنه هي قلة الموارد البشرية، قلة التمويل لهذه المستشفيات. يعني على مدار الحكومات المتعاقبة ما شهدنا أي تغيير بهذا المجال، بالإضافة إلى البنية التحتية ما شفنا تطوير إلها، ما شفنا أكو توسيع للمستشفيات، ما بنيت مستشفيات جديدة تكون بهذه المواصفات اللي كانت تعتمد في السابق وغيرها من الأمور. ما شفنا مختبرات حديثة وجديدة، ما شفنا أكو رعاية صحية أو تكون تقدم خدمة مجانية للمواطنين، تفتقد إلى المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها وغيرها من الأمور. راح نخوض بتفاصيل البرنامج أكثر، وراح نقارن مع بقية الدول، وراح نشوف شنو الأشياء والأمور اللي سووها حتى نهضوا بهذا القطاع وتميزوا بقطاع الصحة. لكن قبل هذا كله خلينا نروح التقرير وراجعي لكم. يرتبط تحسين النظام الصحي في العراق بشكل جوهري بزيادة الكفاءة ومكافحة الفساد، وهما شرطان فشلت الحكومة العراقية في تحقيقهما منذ عام 2003. خذ مثلا على ذلك تصريحات رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بأن معالجة أزمة كوفيد 19 ستشكل أولوية الحكومة. فشل العراق في احتواء انتشار الفيروس، ولا يزال الكثير من العراقيين يشعرون أن الحكومة تفتقر إلى استراتيجية واضحة في هذا الصدد. فوصلت حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 إلى 1.4 مليون شخص، توفي 17 ألف منهم،
وقد تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير نظرا لأن الأرقام الرسمية غالبا ما تكون غير موثوقة. فالتغيير صعب جدا في العراق اليوم لمجرد أن القوى المسؤولة عن الظروف المزرية هي نفسها المستفيدة منها ونفسها الموجودة في السلطة. فيتفق السياسيون أو المسؤولون في مجال الصحة الذين ما زالوا في مناصبهم على الاستفادة من الوضع الحالي لإثراء أنفسهم. وعلى الرغم من تخصيص أموال طائلة طوال الأعوام الماضية لتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، إلا أنها لم تشهد تطوراً واضحاً في عملها من ناحية المباني أو زيادة عدد الأسرة لاستقبال المرضى، مما جعلها عاجزة عن التعامل مع الضغط الكبير عليها نتيجة ارتفاع عدد سكان العراق بنحو أكثر من الضعف، مذ تم إنشاء هذه المستشفيات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. بعد ما رجعنا من التقرير مشاهدينا الكرام، نبتدي مقارنتنا ويا أول دولة اللي هي ألمانيا. طبعاً نظراً للمستوى الرفيع اللي تتمتع به ألمانيا ومستشفياتها، مراكزها الطبية، عياداتها، مرافقها الصحية، أصبحت علامة رائدة على النطاق العالمي أيضاً بتأهيل الكوادر الطبية بالوقاية وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى امتلاكها عدد كبير وضخم من المستشفيات، وبالإضافة إلى تكوين يعني عيادات صحية، وخاصة بفترة جائحة كورونا تميزت ألمانيا وبامتلاكها الأجهزة والمعدات الطبية قليل الدول اللي تمتلكها. يعني الأجهزة الموجودة بألمانيا قليل الدول اللي تمتلك هذه الأجهزة، بسبب أن هي حاولت أنه تدخل التكنولوجيا والتطور لها. ما ننسى أنه هي تمتلك عدد ضخم من الأطباء، وكان الكوادر والخريجين لهم دور فعال بتطوير مهاراتهم وأيضا إدخالهم بهذا المجال. ما ننسى أنه التكنولوجيا لها دور فعال بألمانيا، وأدخلتها أيضا بموضوع الوقاية أو موضوع التقنيات العلاجية اللي اعتمدتها بمجال التكنولوجيا وإلها كان دور فعال. إذا جينا حكينا عن العراق، فالعراق هو يفتقر إلى المستشفيات. يعني نشوف إن بألمانيا عدد ضخم وكبير بالمستشفيات، مراكز غيرها من الأمور. العراق هنا نعاني من نقص حاد بالمستشفيات، يعني نقص بالكوادر الطبية. إذا أجينا حكينا على الأطباء، فإحنا تقريباً اللي نحتاجه بالعراق تقريباً 145 ألف طبيب إذا مو أكثر، لكن بالوقت الحالي اللي متوفر هو تقريباً 36 ألف طبيب. هاي في عموم العراق وحسب الإحصائيات يعني اللي موجودة، يعني إحنا تقريباً محتاجين 108 طبيب حتى 108 ألف طبيب طبعاً حتى نقدر نوازن هذه المعادلة. يعني إذا جينا حكينا عن الكثافة السكانية بالسابق وعن الآن تختلف كثير. إحنا مدى نراعي الكثافة السكانية اللي موجودة بالعراق واللي بدأت تزداد يعني بشكل أضعاف حتى نقدر نوازن هذه العملية. هنا أنا حسب ديوان الرقابة المالية أيضا أكد هذا الكلام وقال إنه إحنا نعاني من نقص حاد بالكوادر الطبية وأطباء الاختصاص. هنا عندنا سؤال يقول ليش نعاني من هذا النقص؟ السبب وين؟ هذا السؤال راح يجاوبنا عليه دكتور مصطفى الجزائري، هو طبيب اختصاص أقدم جراحة عامة. نشوف الإجابة وراجعين. بخصوص سؤالكم حول تقارير ديوان الرقابة المالية تؤكد أن أغلب المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من عدم توفر أطباء الاختصاص. طبعا هذا الموضوع حسب الإحصائيات المقدمة والدراسات أنه هناك نقص حاد في عدد أطباء الاختصاص وقسم من الاختصاصات الشحيحة. طبعا هذا بسبب أنه هجرة كثير من الأطباء خارج العراق للعروض والإمكانيات خارج العراق وتطوير تطوير يعني القدرات بالنسبة لخارج العراق والتسهيلات، وكذلك التسهيلات المالية، وكذلك التسهيلات من ناحية التقنيات الحديثة في الطب والتداخلات وكثير من الأمور الأخرى. هذا أدى إلى هجرة كثير من الأطباء، خاصة أطباء القسم الاختصاصات النادرة، وقسم كذلك حاليا أكو قبل كم سنة كانت هجرة للأطباء الشباب لبناء
يعني بناء مستقبلهم خارج العراق. وهذا الموضوع يعني موضوع لا زال ويعني صراحة لا توجد له حلول ناجعة بسبب أنه لا يوجد لا يوجد ما يفسر أنه الموضوع هذا أنه أغلب الأطباء لا يوجد دراسة مفصلة لماذا يعني هجرت الأطباء. هذا تفسيرنا بحد ذاته باحتكاكنا مع زملائنا الأطباء اللي هاجروا خارج العراق بصورة عامة، وكذلك الأطباء الشباب الذين هاجروا لأجل بناء مستقبلهم، لأن صراحة أن ينظروا أن هناك مستقبل طبابي ما يحيط في بالنسبة لخاصة أطباء الشباب، لا يوجد ما يكفي لسد رمقهم أو سد عيشتهم بصورة عامة. زين، وسؤالكم حول متى تنتهي من السياحة الطبية، هذا السؤال السياحة الطبية أنه قسم منها شركات وقسم منها قسم متعلقة أمور أخرى، الفائدة مادية أنه أضعاف القدرات الطبية داخل العراق للاستفادة المادية من المرضى العراقيين خارج العراق. تنتهي السياحة الطبية متى ما توفر ما متوفر خارج العراق، اللي ممكن يتوفر عن طريقين، أما عن طريق جلب الخبرات وتدريب الكوادر الصحية والكوادر الطبية في داخل العراق، أو عن طريق فتح مراكز تخصصية دقيقة مقارنة أو تضاهي ما موجود خارج العراق. مشاهدينا الكرام، نروح احنا وياكم الى دولة اخرى اللي هي يعني نروح جارتنا الشرقية قريبة اللي هي ايران. طبعا نظام الرعاية الصحية بإيران يعتمد على ثلاث ركائز أساسية اللي هي النظام الحكومي العام، القطاع الخاص، وأيضا المؤسسات تكون أهلية، المنظمات الأهلية اللي تكون يعني ركائز أساسية. النظام الرعاية الصحية هو يكون شديد المركزية في إيران، بالإضافة إلى هي تعتمد على التقنيات الطبية والمؤهلة بتأهيل الكوادر الصحية بما يخص الاستشاريين والاختصاصيين أصحاب الاختصاص بموضوعات توفير المختبرات الحديثة، أيضا التكنولوجيا موجودة، تكنولوجيا بما يخص التطور في العلاجات، الأدوية والمستلزمات الطبية اللي تعتمدها إيران أيضا هي تكون ذات جودة عالية، وهذا كله يصب في مصلحة المواطن. أما في العراق فإحنا نفتقد إلى المستشفيات اللي حتى نقدر نأهل الكوادر ونقدر إنه إحنا ندخل هذه الخريجين بموضوع أو اللي خريجين من كليات الطب والصيدلة وغيرها بهذا المجال. إحنا بالعراق إحنا نحتاج حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية نحتاج إلى أكثر من 500 مستشفى. إذا جينا حكينا على المتوفر الآن بالعراق فهي تقريبا أكثر من 280 مستشفى، يعني نحتاج تقريبا إلى 300 مستشفى إذا مو أكثر. كل هذا يحتاج المواطن العراقي مثل ما قلنا حسب الكثافة السكانية، وهذا حسب إحصائيات المنظمة أو منظمة الصحة العالمية. موضوعة المستشفيات، أكو مستشفيات بنيت تحديداً في فترة كورونا، لكن مستشفيات شنو؟ مستشفيات من الكرفان، يعني كرفان هو من السندوج، وهذا هو سريع الاشتعال، وكلنا شهدنا الحرائق اللي صارت قبل سنتين بهذا المجال، وشفنا المواطنين بدل ما يروح هو يتعالج وبدل ما هو يروح حتى ينقذ نفسه من الموت هو راح يموت بهذا المستشفى. يعني المستشفى معروف عنها انه هي تعطيك الصحة وانه هي تعالجك، لكن للأسف أدت إلى موت الكثير. فإحنا هنا نحتاج بدل ما نصرف ونبني هذه المستشفيات الكرفانية نقدر نبني مستشفيات بجودة عالية أو نوسع المستشفيات الحالية. شنو الأسباب اللي أدت إلى تدهور هذا الوضع؟ إذا جينا حكينا موضوعة أنه في فترة الخمسينيات مثل ما قلنا في بداية الحلقة وفي فترة الستينيات كان يشهد للعراق أو النظام الصحي بالعراق بالبنان، لكن الآن أكو أسباب كثيرة لهشاشة النظام الصحي. راح يجاوبنا علي هذا السؤال دكتور جاسم العزاوي. السلام عليكم. بالنسبة للنظام الصحي بالعراق كان في مستوى عالي في الفترات التي حددتموها وهي الخمسينات والستينات، ونحن نقول أيضا السبعينات والثمانينات.
كان مستوى الصحة وتقديم الخدمات في العراق من أفضل 25 دولة في العالم، وحقيقة هناك الكثير من المشاكل التي صاحبت الوضع الاجتماعي في العراق والوضع السياسي وعدت إلى توقف التطور. فمن عام 1985 إلى اليوم لم تنشأ مؤسسة صحية قد تكون بمستوى الذي نحتاجه. هناك تطور للمجتمع في عدد السكان، وهناك استهلاك للأجهزة والمستشفيات التي شيدت في الثمانينات، وهناك تطور عالمي كبير في كل مكان بالعالم. كل هاي الأمور الحقيقة أدت بينا إلى أنه نكون إحنا في مستوى متخلف، حيث أن الوضع الصحي بالعراق والأمن الصحي بالعراق هو من أكثر الدول تخلفا، وتسلسل حسب تسلسل العالم هو بحدود 170 من أصل 175، وهاي مشكلة كبيرة لأن إحنا ما راح نقدر نقدم الخدمات الصحية اللازمة. والخدمات الصحية هي بالحقيقة ذات جانبين، الجانب الأول هو الوقائي والجانب الثاني هو العلاجي، وهنالك مشاكل كثيرة في هذين الجانبين. المهم، تعرض النظام الصحي العراقي إلى اختبار حقيقي، وهو موضوع الإصابة بجائحة كورونا. وبالرغم من كون دول العالم ذات الأنظمة الصحية العالية انهارت، إلى أن النظام الصحي العراقي بقى صامد بسبب واحد فقط أساسي، وهو شدة الأبطال العاملين في المجال الصحي والوقفة الكبيرة التي وقفوها وقيامهم بأضعاف قدراتهم وإمكانياتهم في سبيل وصول الخدمة الصحية اللازمة للمواطنين. والحمد لله تجاوزنا الأزمة الأولى والثانية والثالثة، ومع ذلك إحنا اليوم مستعدين للأزمة الرابعة والتي نتمنى أن نتجاوزها أيضا بالخير والبركة. نظام الصحي بالعراقي بكثير من الإشكالات، ولن يتم إنشاء نظام صحي عراقي ضمن هذه الظروف وبهذه الطريقة. يحتاج أنه نطلع من موضوع المحاصصة، وتخرج وزارة الصحة من موضوع التقسيمات السياسية والحزبية من ناحية، وأن تخرج أيضا النظام الصحي والبناء والتخطيط من موضوع الأربع سنوات، وندخل في موضوع بناء شامل وتخطيط استراتيجي من سنة وخمس سنين وعشر سنين وخمسة سنة. احنا الأمن الصحي العراقي جزء من المتطلبات الإنسانية، وعلينا أن نعطيها ما نستطيع أن نعطيها، بل وأن نخطط بشكل كبير في سبيل الوصول إلى ما يحتاج المواطن العراقي. فالمواطن العراقي هو يستحق الخدمة الصحية نتيجة الجهد اللي بذله في حياته ونتيجة الإمكانيات اللي يملكها البلد. مشاهدينا الكرام، ننتقل إحنا وياكم إلى بلد آخر واللي هو الهند. طبعا الهند معروف عنه هو بلد السياحة الطبية. الدستور الهندي أنه هو فرض أن الرعاية الصحية تكون هي بحكومة الولايات وليس من مهام الحكومة المركزية، يعني كل ولاية مسؤولة عن توفير المعيشة وتحسين الظروف المعيشة وتحسين الرعاية الصحية. كل ولاية هذه مهمتها أنه هي تحسن نظام الصحة عندهم. هذا ساعد انه هذا الشيء ساعد انه كثير من الولايات انه هذا تعتمده، ووفرت نظام رعاية صحية مهم لي، وسيطرت على الكثافة عندهم السكانية، وايضا وفرت كثير من المستلزمات الطبية، وايضا عندهم اجهزة وتقنيات حديثة، بالاضافة الى تتوفر بها كوادر طبية ذو اختصاص وذو مهارة عالية. فنشوف بالامراض المستعصية الكثير يفضل الهند بعمليات كبيرة اللي مثل يعني مجال القلب وغيرها من الأمور، لهذا بسبب الأمور والمستلزمات والأجهزة الطبية اللي تمتلكها الهند. يعني إحنا شنو يعني أقل من الهند حتى ما نقدر نوفر هذا الشيء؟ إحنا بالعراق نمتلك الكوادر الطبية اللي ذو اختصاص ويكونوا ذو مهارة عالية، بس للأسف ماكو احتواء لهم، يعني ماكو أشخاص يقدرون إن هم يقودون الأطباء الاختصاص. الأطباء عندنا بدأوا إن هم يذهبون إلى دول الخارج لأن ما لقوا بنية أساسية أو بنية صالحة لأجل عملهم، وإن هم ينقذون أبناء بلدهم.
كثير من الأطباء أو كثير من البلدان عندما نذهب إلى الخارج نعرف أنه هذا الطبيب هو عراقي، يعني بسبب الظروف المر بها بالعراق وبسبب المستشفيات اللي ما احتضنته واللي ما قدرت أنه هي توفر له الرعاية حتى هو يقدم، فذهب إلى الخارج والخارج احتضنه وشافوا أنه الأطباء العراقيين ذو مهارة عالية. لذا إحنا نعاني من نقص حاد وكبير بتأهيل الأطباء وتوفير الحماية لهم، على أقل أن نوفر لهم حماية حتى نقدر نستثمرهم ببلدنا. ليش أنه إحنا دا نحاول أن نذهب إلى الخارج ونسافر دا ندفع تكاليف عالية بمجال الطب وأيضا نروح إلى دول أخرى حتى نتعالج؟ ليش من إحنا نستثمرهم؟ ليش نخليهم يطلعون خارج البلد؟ كثير من التفاصيل. أيضا عندنا موضوع مهم اللي هو الكوادر أو اللي خريجين من الكليات. يعني إحنا عندنا مشكلة إنه إحنا طلع أو تخرج من الكلية بس ما لقى له فرصة، ما لقى له تعيين، ما لقى له أحد يحتضنه وحتى يأخذ بإيده. كثير من الدول عندهم إنه هم من يريدون يأهلون أو الكوادر الطبية، يعني يقدرون إنه هم يدخلون بهذا المجال، عندهم سنين طويلة يخلوه تحت التدريب حتى يقدر إنه هو يعالج وإنه هو يستلم روح بيدية. إحنا بالعراق لا، تخرج منها إذا توفرت فرصة فدخلوا بموضوع المستشفى. إحنا لازم نحتضن هذه الكوادر. إحنا دنعاني نقص حاد بمساعدين الأطباء، يعني الكوادر اللي تساعد الأطباء واللي يكونون تحت إيدهم. عندنا سؤال يقول إنه مهنة الطب تعتمد يعني بنجاحها على الكوادر والمساعدين اللي يكونون مع الأطباء، إحنا دا نعاني نقص شديد، شنو الأسباب اللي دا تؤدي إلى هذا النقص وليش ما دا نستثمرهم؟ راح يجاوبنا على هذا السؤال أكيد دكتورة ربا فلاح حسن. نشوف الإجابة وراجعين. كل عمل بالعالم ما يكتمل إلا أن تكون هنالك مقومات، طبعا هذه المقومات أكيد تكون مقومات للنجاح، سواء في مهنة التعليم، مهنة الطب، مهنة الصناعة، التجارة، كل مهنة لها دور ودورها لا يقل أهمية عن المهن الأخرى. طبعا أما موضوع علاقة الطب والخدمات الصحية هي بالتأكيد يعني منظومة متكاملة ومترابطة بسلسلة لا يمكن فصلها واحدة عن الأخرى، وكل وظيفة بهذا المجال لها يعني أهمية قصوى، تبدأ من الطبيب ومساعد الطبيب والممرض مساعد الممرض، أيضا الإداريين والفنيين وعامل الخدمة. طبعا كلها بشكل عام هي منظومة متكاملة لا يتم النجاح إلا باكتمالها. يعني إحنا من عندنا عملية بالتأكيد هنا الطبيب الجراح اللي دا يعمل العملية يحتاج إلى طبيب أيضا تخدير، طبيب التخدير أيضا يحتاج إلى ممرض، كذلك الطبيب يحتاج إلى المساعد، مساعد الطبيب اللي يساعده في العملية، أيضا الممرض مهم دوره في العملية، مو يقوم هو بالعملية وإنما يساعد الطبيب يقوم بعمله ومهامه. طبعا بالتالي أيضا الممرض يحتاج إلى مساعد له، كذلك أيضا هذا ما تقوم العملية إلا كذلك يعني عامل الخدمة اللي يقوم على تنظيف وتعقيم الصالة قبل بدء بالعملية. فهذه طبعا سلسلة متكاملة ومنظومة متكاملة كلاهما يكمل الآخر. وأيضا إحنا يعني كوادرنا الطبية والصحية أصبحت على خبرة عالية، ذو خبرة عالية وكفاءة، خصوصا إحنا في هذه السنتين ونصف من الجائحة، هي كانت يعني جائحة جديدة مرينا بها وما زلنا طبعا يعني تحت هذه الجائحة، وأيضا الجائحة لم تخلص أو لم يعني تنتهي لحد هذه اللحظة. لاحظنا أنه أطبائنا يعني اكتسبوا الخبرة والكفاءة العالية وقدروا يواجهون السلالات اللي مر بها البلد أو في خلال هذه الفترة،
وهم أصبحوا على يعني على قدر من المسؤولية ويقدرون يواجهون أي سلالة ممكن أنه تدخل إلى البلاد لنتيجة لاكتسابهم الخبرة والكفاءة العالية. وطبعا احنا يعني كوادرنا الطبية والصحية هم مؤهلين طبعا أي موجة ممكن أن ندخل بها، وكذلك أيضا جميعهم هم يد واحدة لتقديم أفضل الخدمات الطبية. مشاهدين الكرام، نحكي أكثر عن المستشفيات بالعراق. إذا إجينا فصلنا وحكينا أكثر راح نشوف اللي تفتقد إلى كثير من الأمور. يعني مثلا إذا أنت جيت تسوي عملية لا سامح الله والله يكفيكم الشر، تروح تسوي عملية راح يشوف إن الدكتور الاختصاص أو طبيب الاختصاص راح يكتب لك مجموعة من الأدوية. أنت راح تروح للمستشفى راح تشوف إنه هي ما متوفرة أو هاي ما موجودة، يقول لك الطبيب أو الموجودين بالمستشفى إنه أنت روح جيبها من خارج المستشفى. هذا عبء إضافي ينضاف للمريض، هو منا حالته فقيرة ومنا مريض ومنا عمل وغيرها من الأمور، راح ينضاف عبء أكثر اللي هو تجيب الأدوية من خارج المستشفى ويكون أسعارها يعني عالية. من واجبات المستشفى أن هي توفر هذه المستلزمات الطبية، ومن واجب المستشفى أن هي توفر الرعاية الصحية للمريض، بالتالي أنه واجب الحكومة أن هي توفر هذه المستلزمات. نجي نحكي على موضوع مهم أيضا، الأجهزة. المستشفيات تعاني من نقص كبير بالأجهزة. إذا أجينا حكينا على مثلا المفراس، الرنين وغيرها، نشوف المستشفى مثلا تحتوي على جهاز واحد، تجي تأخذ سرة يجوز يجيك بعد شهر ثلاثة أربع أشهر حتى يوصل لك السرة حتى أنه أنت تسوي المفراس وغيرها. المواطن راح يضطر أنه هو يروح إلى خارج المستشفى ويروح يسوي على حسابه وبسعر كلش عالي. يعني هذا أيضا عبء إضافة عن المواطن، بالإضافة لحالته والمعيشة اللي يدبرها. يعني هاي مقومات المفروض تتوفر وأمور تتوفر بكل مستشفى، وواجب الحكومة والجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الجانب أنه هي توفر هذا الشيء والأجهزة للمواطن، بالإضافة إلى المختبرات التحاليل وغيرها من الأمور. نجي نحكي على نقطة مهمة اللي هي الأسرة. المستشفيات تعاني من نقص كبير بالأسرة. يعني إذا جينا حكينا وفق المعايير العالمية، المفروض بالعراق تتوفر الأسرة تقريبا 160 ألف سرير. إذا جينا حكينا عن متوفر الآن نشوفه 40 أو 45 سرير، 45 ألف سرير. يعني مفروض يعني نحتاج حتى نوصل إلى 160 ألف، مفروض نوفر 120 ألف سرير حتى نوصل إلى المعايير العالمية الموجودة والمتوفرة والوضعتها الصحة العالمية. إذا شنو الأسباب؟ ليش ما نوفرها؟ ليش المواطن يضطر إنه هو في حالة مثلاً بالليل أو الطوارئ يروح يلقى المستشفى مكتظة بالمواطنين والناس بالقاع نايمة وغيرها من الأمور؟ يعني هاي مستلزمات بسيطة المفروض كل مستشفى متوفرة بها هذه الأمور. يعني إذا جينا حكينا على كورونا وجائحة كورونا، نشوف إنه كورونا هي كشفت حقيقة بعض المستشفيات وكشفت من كثير من الأمور، وضحت الصورة للمواطن العراقي وكشفت المعيار الحقيقي للمستشفيات وتعاملها وشن الأمور اللي تنقصها وغيرها من المستلزمات واللي حكينا عنها. نتمنى الجهات المعنية توصل لها الرسالة وتسمع وتشوف حتى توفر أبسط مقومات وأبسط مستلزمات اللي متوفرة ببقية الدول. يعني بقية الدول مثل ما تفضلنا وحكينا أنه هي موفرة كثير من الأمور، حتى أكو أمور مجانية ومستشفيات عامة مجانية اللي يكون يعني تحت خط الفقر، يعني اللي يكونون هم فقراء، هذه تكون مجانية احنا دا نفتقدها وغيرها من الأمور. نتمنى الجهات المعنية توصل لها رسالتنا ونشوف شنو ردهم وشنو اللي راح يقدموه للبلد. مشاهدين كان عندنا سؤال مهم يقول انه متى ننتهي من السياحة الطبية او ينتهي المواطن من السياحة الطبية في الخارج؟ راح يجاوبنا على هذا السؤال الطبيب الاستشاري عباس الحسيني، نشوف جوابه شنو وراجعين لكم. طبعا يعتبر موضوع السياحة والسفر خارج العراق لغرض العلاج من المواضيع المهمة جدا والحساسة في ملفات وزارة الصحة وأيضا ملفات البلد. اليوم نلاحظ عدد ليس بالقليل يذهب إلى خارج العراق لغرض سواء التداوي أو العلاجات، العمليات الجراحية بكل أنواعها وأصنافها. اليوم وحدة من المرتكزات الأساسية حقيقة لبناء نظام صحي رصين، ألا وهو الاطمئنان النفسي والراحة النفسية والأمان لدخول أي مواطن
إلى مؤسسة صحية وتلقيه العلاج بصورة كاملة. اليوم مسألة الاحتياجات الطبية، اليوم إحنا خلال هذه الفترة اللي هي ليست بالقصيرة حقيقة، من عمر من بعد 2003 لحد هذا اليوم اللي تقريبا 18 سنة، المفروض تم دراسة الواقع الصحي العراقي والاحتياج الطبي حقيقة، وبناء المستشفيات وتأهيلها وتهيئتها بكل مستلزماتها، لكن ما زلنا لحد الآن لم نصل إلى الهدف المرجو والمطلوب لبناء هذا النظام الصحي. اليوم أركز على كثير من الجوانب المهمة اللي هي أهمها حقيقة، أنه يجب أن يكون هناك الاحتياج الطبي مدروس بدراسة مستفيضة وبتخطيط جيد ثم ينفذ. اليوم مسألة الاحتياج اللي هي العمليات قد تكون بالعيون والكسور والعمليات الجراحية في الدماغ اللي هي تقريبا تمثل الجزء الأساسي والكبير لذهاب المواطن إلى خارج العراق، وللعلم جميع الكفاءات العراقية الموجودة هنا يشاد لها حول العالم أن هؤلاء هم أمهر الأطباء في العالم، لكن نحن بحاجة إلى مسألة أنه التركيز على هذه الجهود وإعطائها الأولوية والأهمية. اليوم استقطاب حقيقة المؤسسات الطبية العالمية الأمريكية الأوروبية أو حتى الدول الآسيوية المجاورة اللي وصلت مرحلة متطورة، والعمل تحت غطاء وزارة الصحة من خلال جلب الأجهزة والمستلزمات وتدريب الكوادر الطبية وتهيئتها وإعطائها الفرصة لأخذ مجالها، يعتبر هذا واحدة من أولويات العمل الطبي وتهيئة حتى تكون مهيئة هذه البنى التحتية وكذلك للانطلاق يعني للمستقبل من خلال توفير هذه الأجهزة والمستلزمات، والمهارة العراقية أن تنسق الأكثر وتكون على تماس مع الجهات الخارجية وتهيئتها. اليوم ما يخرج من الأموال العراقية إلى الخارج هي أموال ضخمة جدا، ومع الأسف لا يحسب حساب لهذا الموضوع، وبالتالي هذه عملة صعبة، في حين أنا بإمكاني الحفاظ على ابن بلدي بداخل العراق وأيضا الحفاظ على سلامته وصحته وكرامته لأنه يطلع برا من عرش اللي يتعرض له، وبنفس الوقت أيضا بإمكان تهيئة الانطلاق كقاعدة للانطلاق للمستقبل من أجل تهيئة جميع المستلزمات للقيام بهذه العمليات. نتمنى أن تكون الأولويات للحكومة العراقية القادمة هو بناء نظام صحي رصين من خلال التخطيط الجيد. إذن مشاهدينا الكرام، قبل الختام مثل ما شفتوا سلطنا الضوء على واقع المستشفيات في العراق وقارنا مع بقية الدول، نتمنى الرسالة وصلت إلى الجهات المعنية والمختصة، وبقى السؤال يقول ليش ما يكون لهذا الجانب دور مهم وفعال في حسابات أصحاب القرار في السلطة التشريعية والتنفيذية في العراق؟ يبقى السؤال مفادة ليش لا؟ إلى اللقاء.